بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين وسعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية. وقعت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة اتفاقية إطار عمل مع مؤسسة إنجاز البحرين لتقديم مجموعة من البرامج للمستفيدين من برنامج السجون المفتوحة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية بتعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني مع مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع المدني ومواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنمية وصقل مهارات المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة في مجال الريادة وإقامة المشاريع والابتكار، مما يتيح لهم فرصة الدخول إلى سوق العمل وتعزيز ثقتهم الشخصية والقيادية. وأكدت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة على سعيها لدعم وتمكين المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة وتنمية قدراتهم المعرفية والمهنية وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة وتهيئة الظروف المثالية أمامهم من خلال تقديم البرامج المتنوعة والتدريب وربطها بمتطلبات سوق العمل وفقا للرؤية الاقتصادية 2030.